اسمي نور الجبان، أنا فتاة سورية من الصف الثامن بهندسة نجاح الخاصة. أريد اليوم أن أتحدث عن جميع فوائد الإمارات وكيف أنها بلاد ممتازة وكل من يتمنى أن يعيش في هذه البلد. فتنعم الإمارات بالأمن والأمان، وكما نرى فجميع شوارعها نظيفة وتنعم بالتنظيم، وتوفر لكل شخص لوازمه، وتسعى الحكومة لتحقيقها له. فأنا آمل أن أكبر لأكون فردا مفيدا في هذا المجتمع، ولتكون الإمارات بلد متعاونة ويتمنى أبناؤها أن يكونوا يدا متعاونة لتقدم الدولة. شكرا.